طيب سنه اولى اهلي سنه اولى منتخب، اهدافك الاولى والخطيب وهو بيعتزل وفي قمه تحتها شريط. مش بقول فرق، بقول شريط. يعني انا يوم اعتزالي مش الاعتزال نفسه بقى، يعني يوم ما قررت الاعتزال، انا يوم قررت كنت بتلعب انت الماتش ده الماتش الهلالي. بعد الماتش انا خدت حاجه كده، انا كنت قررت يعني خلاص، فرحت واخد العالم. قول لي اليوم ده مش صعب على محمود الخطيب؟ والله هو صعب جدا. بس بيني وبينك يا احمد، انا يعني انا بطلت كام سنه، 34 سنه وشويه. مش حاسس انت كنت ممكن تكمل شويه؟ ممكن، بس هيبقى على حساب محمود وعلى حساب النادي وعلى حساب الجمهور. انا ما كنتش عايز كده كويس، لان انا حاسس داخليا مقدرتي خلاص وقفت على ده، مش مقدرتي البدنيه ولا الفنيه، لا مقدرتي يعني كان ربنا الحمد لله كده انا عليا بشويه اصابات. فاتوا اصابات غريبه بالنسبه لي. انا عليك باصابات؟ طبعا الحمد لله. طبعا الحمد لله. يعني بص انا عايز اقول لك حاجه، انا كل ما بقعد مثلا شهرين ثلاثه ما جريش حاجه بتضايق، ببقى حاسس ان والله المهم يعني في اصابه مثلا في العين، انت فاكر بقى الحاجات دي، العظمه دي اتكسرت، الخد مش عارف، العظمه الخد وقعت هنا وكسرت، قصه كبيره دي. فده لقيت اصابات مش بتاعت كوره بقى، يعني اصابات. طب اسمح لي اقطعك ثانيه، انت احيانا كنت بتبقى مجنون يا كابتن. يعني لما لعبت وانت عامل عمليه، هو دي بالظبط. هي دي بلعب وانا عندي مثلا ديت مقدرش انساها. وليه؟ لان انا وانا لسه صغير قوي كويس، وده يمكن ما كنتش عايز اكمل لك الاول وبعدين ارجع لها. اتفضل. لما حصل الاصابات دي ابتدت تجي لي، انا وانا صغير كان بيجي لي اصابات برضو كتير، بس عندي مقدره ان انا اقدر ارجع وعافر. لكن بقى 34 سنه وصلت لمرحله مش قادر تاني بقى، كل ما ابقى فت يحصل لي حاجه عشان ابقى يعني مش فت. انا عمري ما لعبت وانا فت يعني، لكن عشان ابقى فت تاني محتاج اسبوعين ثلاثه تدريب وتقويات عضلات، وانا ما عادش عندي قدره على ده. انا حاسس بنفسي، مش حد ما حدش حاسس بيا. وانا لو نزلت الملعب وما جريتش كتير وبتاع، الناس ممكن يعني ممكن ايه وفي رصيد ممكن يشيلوك. لكن انا لازم ابقى صادق مع الناس، وده برده من حاجات النجاحات اللي لازم الانسان يحطها، لازم يبقى صادق في مشاعره او في اداء عمله. يعني انا حاسس ان انا ما كنتش اقدر خلاص ارجع كفورمه يعني. دي ساعدت قوي في ان انا اخد القرار يعني. ارجع بقى وانا صغير الاصابات ليه؟ انا كنت بلعب مجنون. فعلا. بس انا مجنون، المجنون اللي ايه، المجنون الحامد الحامد لله يعني. ازاي بقى؟ انا النهارده مثلا في مباراه مش ممكن انساها، كان هدي كوتي بنلعب، وكان هدي كوتي مدرب الفرقه، وحصل حاجه في انكل رجلي اتلوت. فهدي كوتي جالي قبل الماتش، كنا خدت حقنه فيها، لكن الكلام ده كان سنه 74 75 مش متذكر بالظبط. وبعدين خدت حقنه وما ولسه تعبان رجلي. فجي اعمل حاجه عجيبه جدا، جت حته عارف خشب قبل كاش كده، جاب حته صغيره كده رفيعه وحطها على الحته بتاعتي من تحت يعني في انكر رجلي كده من تحت، وحطها وراح نبطها لي البنداج، حط تحتيه الاول بنداج وبعدين حطها بقى بنداج تاني. لقيت بيها الماتش كله وفي خشبه عشان تثبت لي انكر رجلي بدل الجبس وجبيره وكلام كده، وجبت جول من احلى جوال. فبقت ايه يعني، الراجل بيلعب وانا مصاب، والراجل يهنيني بعد الماتش. الماتش اللي بعديه كان مصر وتونس، وكانت عندي حاجه في العضله الضمه وعملت عمليه والعضله دي طلعت كلها وقصوها، فبقت قصيره 3 اشهر عشان ترجع تمرينات اطاله بس طبيعي. عشان ترجع والعب بعد 3 اشهر تعليمات هناك. لعبت بعد 18 يوم مصر وتونس في مصر، ولعبت اخر 3 ساعه في الماتش وربنا كرمني بجون حلو الحمد لله في الكره المصريه. فبقى الموضوع ايه، بقيت بتفائل بيه، مصاب العب تتفائل خلاص وربنا بيكرمك. لو فاكر مثلا كان ماتش برده مارسا تونسي طبعا، وراجع عمل عمليه في مش عمليه، كنت عامل برده حقنه في رقبتي ومش عارف ايه، وراجع من انجلترا، وبعد حوالي بتاع 10 ايام لعبت الماتش ولعبت تاني تايم وكرمنا ربنا بجون حلو قوي. لقيت نفسي يعني بوفق في وقت انا يعني تعبان فيه جدا ومش قادر ومش فت ومش وزني مش سليم كل ده. فبقت ايه عاد عندي بقى العب وانا مصاب. لما كبرت ما قدرتش،